عدنا لكم مشاهدينا الكرام. استاذ صالح، اسمح لي بان ارحب مجددا بالدكتور عبد الله معروف. اهلا بحضرتك يا دكتور عبد الله. حياكم الله. دكتور عبد الله، جيش صلاح الدين الايوبي كان يضم مجاهدين من مصر، من العراق، من بلاد الشام، كان امر لافت للنظر هذا الشيء، ماذا تقول عنه؟ طبعا بالنسبة للجيش الصلاحي هذه نقطة ينبغي أن ينظر إليها أبناء أمتنا الآن باهتمام كبير. لماذا؟ الجيش الذي كونه صلاح الدين فعليا لم يكن مكونا من مجموعة واحدة هي مثلا أهل الشام ولا حتى أهل مصر وحدهم، وإنما كان يتكون من متطوعين من مختلف المناطق الإسلامية. تمكن صلاح الدين من جمع تقريبا حوالي 25,000 في معركة حطين، ومع ذلك كان الجيش على فكرة أصغر من الجيش الصليبي، بالرغم من أنه يعني كسر الجيش الصليبي كسرة قاسية في معركة حطين، إلا أنه عدده كان أقل من الجيش الصليبي، كان 25,000 مقابل 60,000 من الجيش الصليبي على حسب الروايات المسيحية وحتى الروايات الإسلامية التي تتكلم عن هذا الأمر. اللافت في الموضوع في ذلك الوقت أن الجيش الصلاحي، الجيش الأيوبي، لم يكن يتكون من كمية تغلب عليها طابع محدد أو إقليم محدد من الأقاليم، وإنما كان يتكون من مختلف الأقاليم، ولم يرد عندنا في أي من المصادر التاريخية ما يرجح كفة إحدى الأقاليم على الأخرى. يعني على سبيل المثال يعني يذكر في ذلك الجيش أنه كان يتكون من العراقيين، من أهل ديار بكر اللي هي موجود اليوم في تركيا، من أهل بلاد الشام شمالا، من حلب، من حمص، من دمشق، من بلاد شرق الأردن، من مناطق طبعا اللي هي مناطق الشمال، حوران، لأنه جنوب الأردن اليوم اللي هي الكرك كانت أصلا تحت الاحتلال الفرنجي في ذلك الوقت. كان يتكون أيضا في جزء كبير منه أيضا من المصريين، من أهل مصر ومن أهل النوبة الذين جاءوا من الجنوب، من مناطق التي نسميها اليوم السودان، إضافة إلى المغاربة الذين جاءوا. عندما نقول مغاربة طبعا نقصد كل منطقة المغرب العربي، من تونس حتى من ليبيا حتى المغرب الأقصى، جاء عدد من المقاتلين من تلك المناطق، وأمده أيضا المرابطون في تلك المناطق بالجند. إضافة إلى ذلك تذكر في بعض الروايات غير المؤكدة أن هناك كان جندا قد قدموا من مناطق وسط آسيا ومن مناطق بلاد فارس وما وراء النهر، إضافة إلى بعض مناطق الهند للمشاركة فعليا في شرف هذا الأمر. إذن نحن إضافة طبعا لليمنيين، إذن نحن نتكلم عن جيش جمع عددا هائلا من الجند، من التنوع، بتنوع كبير جدا، تنوع عرقي، تنوع جغرافي، تنوع ثقافي، تنوع إقليمي من كافة المناطق المختلفة. كل ما يجمعهم في ذلك الوقت كان هدفا واحدا أساسيا، وهو تحرير بيت المقدس. وبالتالي فإن جيش السلطان الناصر صلاح الدين كان يغلب عليه بشكل واضح فكرة الوحدة الإسلامية التي كانت خلال ذلك الوقت تعد حلما في ذلك الوقت، كانت تعتبر حلما بعيد المنال أصلا، لأنه قبل الانتصارات التي قام بها، التي انتصر فيها عماد الدين زنجي ثم نور الدين محمود، عماد الدين زنجي طبعا في تحرير الرها، ثم نور الدين محمود في توحيد مصر مع الشام وتوحيد الشام قبلها، ثم صلاح الدين يوسف، كانت بشكل عام كانت هناك صراعات شديدة بين أبناء الممالك وقادة تلك الممالك، سواء السلاجقة أو الفاطميين الإسماعيلية الذين كانوا يحكمون شمال أفريقيا ومصر أو غيرهم من المناطق المختلفة، وتشتت وفرقة كبيرة جدا. لم يكن هناك من يتخيل أن تجتمع الأمة مرة أخرى، ولكنها اجتمعت مرة أخرى تحت السلطان الناصر صلاح الدين. لا، فهذا الأمر يبين لنا أنه يمكن أن تتحقق هذه المسألة التي نعدها اليوم مستحيلة. يعني كثير من الناس اليوم عندما يتكلم مثل الذين يدعون مثلا على سبيل المثال للتطبيع مع الاحتلال، يأتون ويقولون بكل بساطة كونوا واقعيين، هذا يعني هذه مسألة أصبحت حلما، عندنا حدود، عندنا أصبح اتفاقيات وسياسة ودول وإلى آخره. لكن تحقيق الوحدة بين الأقاليم، سواء وحدة، أنا لا أتكلم عن الوحدة السياسية بالضروري، لكن وحدة الهدف ووحدة العمل ووحدة الإنجاز ممكنة فعليا، والدليل على ذلك أنها حدثت قبل 800 سنة تحت يد على يد السلطان الناصر صلاح الدين. بالتالي ينبغي أن نفهم أن هذه النقطة الأساسية هي الوحدة، وهي التي ينبغي أن نسير عليها بشكل أساسي. ولا يوجد اليوم حتى هذه اللحظة، ولن يكون هناك في رأيي على الأقل، أي قضية إسلامية تجمع جميع المسلمين وتربطهم بها بشكل قوي جدا
دون اختلاف إلا قضية القدس. لماذا؟ لأنه من أي واحد بيجي بيقول والله مدينة كذا أهم من القدس ولا عاصمة كذا أهم من القدس، مثل هاشتاجات اللي طلعت أحيانا، كل من يأتي ويقول ذلك يتهمه أبناء الأمة أنفسهم بأنه لم يعد جزءا من أمتنا، وأنه أصبح جزءا فعليا من الدعاية الصهيونية المضادة لأمتنا. وكل إنسان يعني يأتي ويتجاهل قضية القدس أو يحاول التعدي على إسلامية قضية القدس ووحدة المسلمين أو علاقة أي طرف من المسلمين فعليا من أقصى بلاد الهند، من أقصى أطراف تركستان الشرقية حتى أقصى بلاد المسلمين في مناطق المحيط الأطلسي، أي إنسان يحاول أن يشكك في علاقة أي جزء من أبناء أمتنا بالمدينة المقدسة مباشرة يتهم من أبناء المدينة من أبناء أمتنا ويلفظ ولا يعود جزءا فعليا من مشروع الأمة. لذلك القضية المرشحة فعليا لأن توحد الأمة وأن تجمع الأمة كلها هي قضية القدس، كما حدث ذلك في عهد السلطان الناصر صلاح الدين، وكما حدث ذلك في عهد الملك العادل نور الدين محمود والملك الشهيد عماد الدين زنجي، يحدث هذا الأمر اليوم ويمكن أن يحدث الأمر.